المسارح النظافة نتاعنا في تنسيق كامل مع مسارح النظافة ببلدية سليمان، وفي الحقيقة فهمني ما نتحقوش باش نعملوا جلسات دورية ولا غيره، معناها خدامتنا خدامة بلدية عمل الشط ولا خدامة بلدية سليمان ما فما حتى فرق ما بيناتهم، احنا قسمنا اللي عندها الفترة الصباحية تتعدى بلدية سليمان وفي الفترة المسائية تتعدى بلدية حمام الشط، فهمني بالطبيعة إذا كان فما مجهود استثنائي حتى فما أوساخ استثنائية ولا كذا، كيف المصالح زوز بلديات تدخل، قمنا برشا حملات مشتركة.